حياكم الله إذن مرة أخرى الأستاذ سلام كيلا، نتابع ما كنت بدأت به، ويعني نأسف لهذا الفاصل المفاجئ. يعني بالتالي ممكن أنا أحدد أسباب استمرار الصراع طيلة هذه الفترة لجملة عناصر. نعم. العنصر الأول أن النظام لا شك يمتلك قدرة أمنية عالية، واستطاع في السنوات الأخيرة بالعقود الأخيرة أن يدمر الحركة السياسية وأن يدمر الثقافة السياسية لدى الناس، وأن يحكم في إطار نظام شمولي أمني بشكل أساسي. هذه مسألة أساسية كانت تعيشها سوريا طيلة العقود الماضية. النقطة الأخرى، سوريا هي آخر الدول العربية التي انتقلت إلى الليبرالية، بمعنى أن انتصار الليبرالية في سوريا تحقق عام 2007، وبالتالي أصبح الاقتصاد ليبرالي بشكل كامل، فتح السوق الداخلي، بدأ التحول في الاقتصاد من اقتصاد في قدر من الانتاج الصناعي والانتاج وفي انتاج زراعي حقيقي، نعم، الى اقتصاد ريعي عقاري خدماتي. طيب. ادى لتهميش قطاع واسع، ولكن هذا الوضع لم يؤدي لاحتقان شامل نتيجه الزمن المتاخر، يدفع كما جرى في تونس ومصر حينما تبدا الشراره تشتعل في كل المناطق في نفس اللحظة. لهذا وجدنا أن توسع الانتفاضة من درعا إلى حلب أخذ أعمق كان. صحيح. النقطة الأخرى هو ضعف المعارضة السياسية وإشكالاتها المختلفة التي سنتحدث عن المعارضة وإشكالاتها بكل أشكالها، أن تلعب دورا حقيقيا في إطار الثورة. النقطة الأولى الأساسية بدي أركز عليها، أنا الثورات ليست هي الشكل المصري أو التونسي، هناك ثورات تستمر سنوات، وما يجري في سوريا هو ثورة حقيقية بدأت ومستمرة، وهي الآن تضعف النظام وستؤدي في النهاية لتغيير العالم. جيد، أسمع رأي الأستاذ تيسير مسلم. نعم، شكرا لك. أنا أود قبل أن أجيب على السؤال، لماذا اختلفت الثورة في سوريا عن باقي، لماذا أخذت كل هذا الوقت عن باقي دول الربيع العربي؟ قبلها بس فقط أريد، كونك ذكرتني أن كنت مبارح تل شهاب. نعم. هذا تل شهاب كان معبر وطريق نجاة للأطفال والنساء الهاربين من قصف. نعم. وعنف. رأينا ذلك. صحيح. أول أمس السلطة احتلت تل شهاب وقطعت حتى طريق النجاة لهؤلاء الناس يوم الخميس. نعم. نعم. لماذا اختلفت سوريا؟ ما السبب في الثورة السورية؟ السبب بالدرجة الأولى متعلق بطبيعة النظام نفسه. لماذا أخذ كل هذا الوقت؟ هذا السؤال. لماذا أخذ كل هذا الوقت؟ السبب بطبيعة النظام والنظام وتركيبة النظام، وبالتالي المؤسسات اللي واجهت الشعب بهذا النظام. يعني في مصر في جيش وطني كان وقوفه أو حياديته مع الشعب أحد أسباب انتصار الثورة المصرية. لكن ما نراه في الثورة السورية وفي النظام السوري تحديدا، طبعا أنا النظام هو الجيش والجيش ما بسميهوش نظام، يعني أنا بالمطلق مقتنع بأنه هذه السلطة، هذا الحكومة الموجود نظام في سوريا هو ما دون الدولة بتركيبته وعلاقته وإدارته لشؤون البلاد، هي عبارة عن مافيا عسكرية أمنية، هي عبارة عن سلطة أمنية فقط تحكم سوريا. إذن السبب الأول هو متعلق بطبيعة النظام وباختياره للحل العسكري الأمني قبل أي شيء آخر. من اللحظات الأولى هذا النظام اختار الحل الأمني، وبالتالي مد من عمر النظام. اثنين، هذا في شيء بتعلق بطبيعة مطالب الشعب السوري. هذا النظام لغى الحياة السياسية في سوريا، وبالتالي كان لابد من إيجاد يعني قيادات محلية لهذه الثورة، أخذت وقت وطالت. والسبب الأهم بذلك كله أن هناك صراع إرادات، يعني شعب قرر تماما يخوض معركته حتى النهاية، وبالتالي وصول لحريته، والنظام اختار حل أمني. أخونا اللي حكى الدكتور، يعني وأنا آسف جدا لهذا التوصيف، بأنه يعني الآخرين اختاروا طرق أو خطط أو دنيا الدول المساعدة لما يسمى الأمريكان واليهود والدول الخائنة. تماما، يعني بالعكس هذا ما أطال الآن، هذا النظام محمي ومغطى دوليا تماما. يعني أنا أعتقد تماما بأنه أي سوري أثناء صراعه مع هذا النظام بذهنه أيضا أنه هذا النظام محمي صهيونيا. هذا الصهيونية هي من عطل إلى الآن بحكم
هيمنتها على كثير مراكز القرار الأوروبي والأمريكي، عطلت فعاليات المجتمع الدولي في حسم أو ردع هذا النظام الذي يقتل شعبه بهذه الطريقة الممنهجة والغريبة تماما. أنا أستغرب، هل يوجد إنسان بعد في الوطن العربي يبرر لهذا النظام فعله؟ هذا النظام بدأ بالأول عصابات، يعني أول ما بدأ من جماعة لبنان، أول ما جمع مدسوسين، بعدين تطور 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 إلى عصابات مسلحة. دكتور، أريد أن أؤكد لك تماما، أنا ابن درعا، ابن الشرارة الأولى بالمحافظة، لم تكن هناك لا أي عصابات ولا أجانب ولا حد. ناس 40 سنة من الضغط والإرهاب والكبت والتغييب حاولوا عبر عن حريتهم. النظام هذه، هذا أسلوب النظام وأسلوب النظم، كل النظم الدكتاتورية، أي معارضة لرأي هذا النظام بيحطك مع الخارج. هذه ثورة بنت الشارع تماما. تصور قضية واحدة، لم يرفع شعار واحد في الثورة السورية له طابع اقتصادي، لم نرى لافت على الإطلاق. طب هذا مدح للنظام سيدي؟ لا عفوا، لا مدح للنظام، لا، لأنه طالبوا بأهم منه تماما، طالبوا بكرامتهم وبحريتهم اللي هي قبل الخبز وأهم من الخبز. طيب نتوقف. صلاح، صلاح من المفرق، حياك الله أخي صلاح. اتصال من صلاح من المفرق. سيد صلاح، عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. تحية لك ولضيوفك الكرام. حياك الله أخي صلاح. والله أنا بدي أحكي بالنسبة للي يصير بسوريا. نعم. طيب هالنظام السوري ما هو قائم صار له 50 سنة، ما اجت هالثورات تصير إلا لما صار الربيع العربي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، إحنا قاعدين نشوف ناس من برا، سلفيين من أفغانستان، من الإخوان المسلمين، في هذول كلهم عبارات معهم أسلحة، مبين يعني واضح الأمر. ثلاثة اللاجئين، ليش طيب ما أقعد ببيتي أنا وأرتاح، وليش أطلع من بيتي ما دام إنه أحسن لي وأفضل لي؟ مش راح يجيني أي شيء. طيب شكرا أخي صلاح، شكرا جزيلا. أعطيك يعني نص دقيقة للرد على ما قالوه الإخوة. نعم. دكتور، نعم. ثم أسألك سؤال. نعم. شكرا. أنا بحترم طبعا، أنا بحترم كل الآراء، وهذا نقاش طبعا هو هدفه إثراء وفائدة، وإن شاء الله تعالى أنه ربنا بكرمنا بأنها سورية تعود، سورية التي نحب، والشعب السوري يعيش بأمان ورفاه، وسوريا أهلنا ونسايبنا وإخواننا، وإحنا كمان إخوانهم، وإحنا دم واحد ولحم واحد. نعم. وتاريخنا واحد، عروبتنا واحدة، فتوحاتنا واحد، مستقبلنا واحد، ومستقبلنا واحد طبعا. يعني احنا بالعكس، يعني انا بنبسط لما اسمع كل الاراء. يعني الاستاذ سلامة الكاتب اللي انا اجل واحترم وادرك المعاناة اللي عاناها، يعني قال جملة جدا مهمة وخطيرة جدا بالمناسبة. قال بانه عندما انتبهت الولايات المتحدة الأمريكية واليهود بأن الوضع في مصر قد تغير ضد النظام، نظام حسني مبارك، التفوا قاموا بعمل حركة التفافية من خلال الجيش. هاي مفهوم خطير هذا الكلام. هذا يعني بأن الجيش وقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية الأمنية ليست مصرية عربية حرة، وإنما هي تابعة لهيمنة الولايات المتحدة وهيمنة اليهود. ولذلك فعلا أنا بأيدك باللي صار، وهذا الكلام أنا قلت للأستاذ طارق في حلقة سابقة، بأن الجيش كان المفتاح الذي غير النظام في سوريا والحال في سوريا، في مصر والحال في سوريا، بينما القيادة العسكرية السورية هي قيادة عربية سورية حرة لم تخضع لأي أمر أجنبي، ولا يمكن أن يسيطر عليها أي قرار لا أمريكي ولا صهيوني ولا إيراني. نأتي على الجانب جاوب ولا إيراني. لا لا لا، كونك عم تحكي عن تدخل الخارجي، نأتي على الجانب وتدخله بالسلطة السورية. اكتب أستاذ ياسين ملاحظة، اكتب. نأتي على الجانب الإيراني، لأن لإيران قصة أخرى. من انتصر لغزة وأهل غزة، ومن دافع عن الأطفال والشيوخ والنساء الذين حرقوا بالفسفور الأبيض يجب أن يعمل له تمثال. تقصد من إيران؟ دافع عن غزة ليس
الولايات المتحدة الآن الشعب السوري يحرق وليست الدول العربية وليست الدول العربية اكتب 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 الذي دافع عن غزة هو إيران وسوريا وحزب الله. من دافع عن أهل غزة اكتب 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 من دافع عن أهل غزة هم الناس الذين وقفوا إلى جانبهم وساندوهم وساندوا حماس وساندوا خالد مشعل واحتضنوا كل المقاومة الفلسطينية. دكتور اسمح لي نتوقف عند هذه النقطة تحديداً.